الشوفير ديالنا ضربوه، الشوفير ديالنا ضربوه صيبه، لان الامن ما خدمش معنا، الامن ما خدمش معنا هنا، الجندر ما خدمش معنا هنا نهائيا. ولكن السيد راه كبير في السن، كبير في سويش، ما يعني صراحه ربي هذا النقل السري ولا النقل القروي راه فارض الوجود ديالو على هذا. خطفه كيعملوا ما بغاو هنا، ما خدعينا ما نهضروا معاهم، عينا ما نهضروا معاهم حتى شي واحد ولا كيديها فينا نهائيا. واش راه تجرؤوا علينا بزاف، فهمتي؟ ما الصبر بدا كينفد صراحه. الخطافه هنا كيرعاو هنا في الدنيا كيف ما بغى، وحنا حافرين حفره لداخل، عيب باش تدخل البراده كنلقوا مشكل مع الكليان، دائما مضاربين، كل نهار مضاربين مع الكليان، كيقول لك انا خصني ندخل، باش تدخل كيفاش خاصك باش تدخل هذه؟ بسم الله، السلام عليكم ورحمه الله. الاسم مصطفى المقري، مهني ديال سياره الاجره بالصنف الكبير. الوقفه ديال الاحتجاج عندنا هنايا لان وقع واحد الاعتداء البارح على واحد الكورتي ديال المدار ديالنا، بقى تعدى عليه الجرح وضرب الجرح. قروي قروي، هذا هو المشكل الاساسي اللي عندنا حنايا، لان كاين اكثر من 150 ديال الخطف، يعني واحد الشيء يعني ما لا 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 انسانيه بالنسبه ديال السلطه، والجدار ما كيتعاونوش معنا بتاتا نهائيا. هذا هو السبب ديال الوقفه ديالنا. وعندنا مشكل اخر ديال الخطفه، والمشكل اخر ديال النقل المزدوج، هذا كنعاني منه كثير سنين، حنا كنعاني منه، لا انسانيه ولا حتى شي جواب من عنده. ولهذا حنا قررنا نعملوا هذه الوقفه احتجاجيه الان باش السلطه تسمع الصوت ديالنا. يعني حنا عينا من عملوا الاحتجاجات ديالنا، البراج كيعمل الواجب ديالو، ولكن لا عين لا انسانيه. هذا هو المشكل ديال الوقفه الاحتجاجيه اللي واقفين بها. الحاله ديال ديك السيد اللي تعدوا عليه البارح كيفاش عامله؟ مستقره، الحاله مستقره، ولكن السيد راه كبير في السن، كبير في السن سويش، ما يعني صراحة ربي هذا النقل السري ولا النقل القروي راه فارض الوجود ديالو على هذا سميتو ديال كزنايا، يعني السلاح الأبيض، جميع الأصناف ديال السلاح الأبيض. ولهذا حنا كنطالبوا من السلطة تعاون معنا، وراه هذا القطاع هذا راه هو مراية ديال البلد، لأن السائح ملي كيجي كيشوف جوج الحوايج، في غيبات وفي غادي يركب. ولهذا حنا كنخصنا نكونوا مثل لهذا القطاع هذا. واش راه تجرؤوا علينا بزاف، فهمتي؟ ما الصبر بدا كينفد صراحه. وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين. حمين. احنا عندنا طالب واحد، كنشوفوا الامن ما خدامش معنا في هذا الطريق اولا وقبل كل شيء. اللي واقف على اليمين، اللي واقف على الشمال، اللي واقف في الدوزيام، ما كيخدمش معنا حتى شي واحد هنايا، هنايا عندنا بارادة تما ما كنقدروش ندوزو لها بعدا أولا، ما كنقدروش ندوزو لهاد البارادة هادي نهائيا، ولا كنقدروا ندوزو لهاد البارادة هادي، هاد البارادة هادي خاصك تهز معك الشفرة باش تقدر تدخل لهاد الدخلة هادي، الدخلة هادي خانزة. السيد ديالنا البارح مشاو ضربوه، مشاو ضربوا لنا السيد البارح، مشاو ضربوا لنا السيد البارح، جاو ضربوا خطافة ضربوا لنا السيد البارح تما، فهمتي؟ الشوفير ديالنا ضربوه، الشوفير ديالنا ضربوه صيبة، لأن الأمن ما خدمش معنا، الأمن ما خدمش معنا هنا، الجندر ما خدمش معنا هنا نهائيا، فهمتي؟ لأن السيبة الخطافة هنا كيديروا ما بغاو، فهمتي؟ خطافة كيعملوا ما بغاو هنا، ما خدعينا ما نهضروا معاهم، عينا ما نهضروا معاهم حتى شي واحد ولا كيديها فينا نهائيا. حتى شي واحد ما كيدافي، لان علاش؟ كزنايا سايبه، كزنايا فيها السيبه نهائيا، يجو الضارب ويجي يضربك ويتحقر عليك، والامن لم يحرك ساكنا. تقول الامن ما كيناش، ما عندناش الامن هنا في هذيك الزنايا، الشوارع خانزين ما كيتنقوش، هاد الشوارع هادو، الخطافه واقفين على اليمين على الشمال على اليسار، فهمتي؟ السيد ديالنا، السيد ديالنا ضربوه البارح، السيد ديالنا ضربوه معنا، التاكسي ديالنا ضربوه لينا تما في الطبيب، خدام معنا في الطبيب، مشاو جاو الخطافه السيبه ضربوا السيد. ايوا شكون اللي يهضر معاه؟ ما كاينش اللي يهضر، فين هو الامن؟ مع من غتهضر؟ الامن كنطلبوا طلب واحد، الامن ينقينا هذيك الزنايه، الامن ينقينا هذيك الزنايه، الشوارع خانزين،
ويتجاوب معنا، لان على الشوارع حنا خانزين ما كنجبروش من ندوزو باش ندخلو، فهمتي؟ حنا مدخلينا في الحفره لداخل، حفرينا قبر مدخلينا لداخل، والخطاف كيرعى هنا كيف ما بغى، الخطاف هنا كيرعاو هنا في الدنيا كيف ما بغى، وحنا حافرين حفره لداخل، عيب باش تدخل البراده كنلقوا مشكل مع الكليان، دائما مضاربين، كل نهار مضاربين مع الكليان، كيقول لك انا خصني ندخل، باش تدخل، كيفاش خاصك باش تدخل هذه؟ لان علاش؟ الامن ما كينقيناش هاد الدنيا هذه نهائيا، هاد الطريق هذه ما كينقيهاش نهائيا، هاد الطريق هذه خانزه بالخطافه، على اليمين وعلى الشمال خطافه، حنا كنطلبوا من الامن ينقي لنا هاد الطريق هذه ديال الزنايا، راه ما منقياش نهائيا، الخطافه كيعملوا طالعين بالصد بلايص وهو دي بالصد بلايص، ما كاينش شي واحد اللي كيهضر معاهم نهائيا. ومباشرة حدانا نهائيا، وهاد الشارع هذا كنعانوا منه بزاف من هاد الشارع هذا، هاد الشارع هذا ولا خانز هاد الشارع هذا، ما يقدرش شي واحد يدخل على هاد الشارع هذا. والسلام عليكم ورحمة الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.